أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية، ونستهلها بأبرز العناوين. وزارة التعليم إطلاق منصة إلكترونية غدا لشرح المقررات عن بعد. صالح يكلف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية. وأوروبا تغلق الحدود وسط تفشي كورونا. وإلى عناوين الصحف المحلية، والبداية من صحيفة الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد تقديره لموقف كين داعم في سد النهضة، والقوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا، وإطلاق منصة إلكترونية غدا لشرح المقررات عن بعد، والتعليم اختيار أفضل المعلمين للتواصل مع الطلاب. ومن صحيفة الأهرام، الرئيس إصلاح فوري لأضرار السيول بالمحافظات، 500 مليون جنيه خسائر الكهرباء والطرق بسبب الأمطار، و650 مليونا لتطوير المنطقة المدارة بحلوان، وتعليق عروض السينما والمسرح، ومليار جنيه للمصدرين لمواجهة تداعيات كورونا. القومي للمرأة يطلق حملة للتوعية بكورونا مترجمة للغة الإشارة. وصحيفة الجمهورية قالت رسائل من السيسي لقادة 7 دول إفريقية حول سد النهضة، وتعاون بين الصحة وفيسبوك لمواجهة الوباء. مجلس الوزراء، الفيروس أوقف حركة السفر والتجارة والنمو الاقتصادي الدولي يتراجع. ومن صحيفة المصري اليوم، حزمة قرارات لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا، وخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، مليار جنيه للمصدرين، وتأجيل الضريبة العقارية وتخفيض ضريبة الدمغة، والبورصة تواصل الهبوط وتخسر 15 مليار جنيه. ونتحول إلى عناوين الصحف العربية، ونطالع بداية من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، السعودية تدعو العشرين إلى قمة لمكافحة الكورونا، ونصف مليار أوروبي معزول عن العالم، والوفيات في إيران تلامس الألف، وصالح يكلف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية بتوافق صعب. ومن الخليج الإماراتية، النصرة تصعد لتفجير جبهة إدلب، وتعزيزات عسكرية تركية وسورية إلى خطوط التماس. التحالف تدمير زورقين مفخخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي، وإدارة واسعة لقيام الانقلابيين باختطاف 6 مديرات مدارس في صنعاء. ومن الرأي الكويتية، الصحة العالمية تؤكد عدم رصد أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا، والسعودية توقف الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين، والأمم المتحدة تعلق إعادة توطين اللاجئين بسبب كورونا. ومن القدس الفلسطينية، الأونروا تطلق نداء عاجلا لوباء كوفيد 19 بقيمة 14 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين. ونتنياهو يعلن مزيدا من الإجراءات لمكافحة انتشار كورونا. أما الصحف العالمية ونبدأها من نيويورك تايمز، الولايات المتحدة تخطط لمليارات في مواجهة كورونا، وعدد القتلى يتجاوز 100، وتخطط واشنطن لإعادة طالب اللجوء بسبب مخاوف من تفشي الفيروس في مراكز الاحتجاج. بايدن يجتاح الانتخابات التمهيدية في أريزونا وفلوريدا وإلينوي. ومن صحيفة الجارديان البريطانية، الإصابات بفيروس كورونا في العالم تقترب من 200 ألف، ومنظمة الصحة العالمية تدعو لإجراءات عنيفة في جنوب شرق آسيا. المواطنون الأمريكيون يتلقون مساعدات مالية طارئة، وجو بايدن يقترب من الحصول على ترشيح الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أما واشنطن بوست الأمريكية بتقول إن فيروس كورونا المستجد الآن في 50 ولاية أمريكية، والعالم يواجه أزمة طويلة المدى، وأوروبا تغلق الحدود وسط تفشي الفيروس، وقد يكون من الصعب إعادة فتحها.
بعد الخسائر في انتخابات الثلاثاء يواجه ساندرز ضغوطا متزايده للانسحاب من العراق. ومن الفايس الإسبانية داخل المختبر الإسباني البحث عن لقاح يستمر على مدار الساعة في رسوم ملكي لتدابير الاستثنائية خصصت الحكومة 4.5 مليون يورو إضافية للمركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية. وأمريكا اللاتينية تواجه أزمة بين التوترات السياسية والهشاشة الاقتصادية. إذا كانت للكلمة معنى فالصورة أحيانا تكون بألف معنى، وقد اخترنا لحضراتكم أبرز الصور المعبرة في صحف اليوم. ومن تصريحاتها في صحف اليوم نقرأ من صحيفة الجمهورية: مدبولي، الإجراءات الاستباقية ساهمت في تخفيف حدة الأضرار. ومن الخليج الإماراتية ترامب، الوباء قد ينتهي في أمريكا بحلول يوليو أو أغسطس. ومن صحيفة لوموند الفرنسية، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب: علينا احترام التدابير لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة إذا أردنا أن يكون لها تأثير مؤكد. ولازال شبح فيروس كورونا يخيف العالم، ونقرأ من صحيفة اليوم السابع: شركة فرنسية تكشف عن دواء مضاد للملاريا يؤتي بنتائج واعدة لمعالجة كورونا. في خبر صار للعالم أجمع، كتبت الصحيفة أن شركة دوائية فرنسية تعرض دواء بلاك نيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا. وأعلنت الشركة أن الدواء برهن عن نتائج واعدة في معالجة المرضى، وبالتالي فهي مستعدة لأن تقدم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه. ومن جانبها كتبت صحيفة البيان الإماراتية: بريطانيا تعلن عن لقاح ضد كورونا، حيث أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية أن المملكة حققت تقدما كبيرا في تركيب لقاح مضاد ضد فيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه قد يكون جاهزا في ربيع 2020. أما صحيفة الجارديان فكتبت: الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا بعد العلاج في مستشفى باستراليا. والممثل وزوجته التي أصيبت أيضا بالفيروس يقول إنهما الآن في عزلة ذاتية ويشعران بتحسن كبير. إلى هنا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا الصباح. إلى اللقاء.